احنا حاولنا اننا نجيبوا تاريخ اكثر من 2500 سنه، بديناها من مصيديسا انتقالا الى يوغرطا، ثم انتقلنا الى الفتوحات والاسلاميه، ومن بعدها الى الاحتلال الفرنسي. اشتغلنا شويه على المقاومه، شيخ الحداد والمقراني، درنا الالتفاته كبيره للامير عبد القادر لانه اول نقدر نقولوا اول امير يعني اول سلطان اول الدوله الجزائريه. وحاولنا نمشي حتى الاحداث 1945، درنا تكريما ووقفه خاصه لعبد الحميد بن باديس وكذلك الى محمد بوراس، ثم مشينا الى احداث 8 مايو 45. وفي النهايه حاولنا اننا نطرح بعض الشخصيات يعني اللي كانت صناع الثوره.